السلام عليكم إخواني المشاهدين في هذا الفيديو الذي أقدمه لكم في كيفية تجديد الأثاث المنزلية الخشبية بابتلائها بالبرلين. فأول شيء أقوم بعمله الحك بوار كبير رقم 100، ثم أنوار الألمس رقم 180. بعدها مسح الغبار، ثم أقوم بابتلاء الأثاث بالبرميل حسب اختياري. أريد لون فاتح للحفاظ على الخشب. أستعمل البرميل صفر، يعني البرميل صفر صفر أو شبه، هو شبه شفاف. لونه عسلي يعطي لمعان للأثاث التي أقوم بابتلائها. أما الطاولة فمن الأحسن أن أستعمل البرميز 003 أو البرميز 005، هذا لتجديد الطاولة أو النافذة الخشبية. تكون مدة ابتلائها على بعد 8 سنة أو 10 سنة حتى 15 سنة، يكون مدة ابتلائها القليل يصل إلى 17 سنة أو 18 سنة، فهذا من أحسن هذا أن يكون ابتلاؤها بالبرميل. يجب حكها بوار كبير 80 أو 100، ونركز على حكها جيدا. ولو تستغرق لنا هذه الأثاث وقت طويل، فأما ابتلاؤها يستحسن بالبرميز الذي نريد استعماله، السنتيتيك، يعني نضيف في البرميز سائل الويت سبيريت حسب ما تبعتم معي الشرح سابقا، وهذا الذي نشرحه. لنتعرف على 7 طرق جديدة لإعادة الحياة للأثاث الخشبية العتيقة. أولا، إزالة الطلاء القديم واستبداله بلون آخر. ثانيا، الدقة في الطلاء المرة الثانية. ثالثا، إزالة طبقة الشمع المنبعة من الأثاث لإعادة طلائها. رابعا، إدراج متراصة قبل وبعد التجديد. خامسا، تجديد قطعة أثاث لجعلها تناسب مع لنمط العام لمنزلك. سادسا، تحويل قطعة أثاث إلى طاولة ومساحة تخزين. سابعا وأخيرا، تحويل تصميم سدار أو طاولة وبصفة عامة الخشب الذي نريد ابتلاؤه. إذا مشاهدينا، لطلاء الأثاث المصنوع بالخشب الخاص للمنازل من الأمور الممتعة، لذلك يبحث الكثيرون عن كيفية تجديد دهان الموبيليا القديمة. أنا قمت باختيار ورق فير، فإن هذه الأثاث جد قديمة وإضافة لمسات من الجمال إليه. هناك مجموعة واسعة من الألوان الجميلة، وفي بعض الأحيان يصعب اختيار اللون المناسب، فذلك يعود حسب الأذواق، في حين يعتبر اللون الأسود من الألوان العصرية والأنيقة. ولكن آلية تجديد الدهان الغير سليمة يمكن أن تسبب عيوب كثيرة، مما يجعل الطلاء يبدو فوضويا. ولكيفية تجديد دهان الموبيليا، إن الموبيليا والأثاث المنزلية معرضة بشكل مستمر إلى زوال ألوانها، لذلك يجب التفكير بشكل جدي في كيفية تجديد دهان الموبيليا كي تظهر بالشكل الأنيق المميز. إلى المشاهدين الأعزاء، وصلنا إلى نهاية الشرح في هذا الفيديو.
أدعوكم بالإعجاب والاشتراك ليصلكم أفضل جديدنا. إن كان هذا الفيديو لا يناسبكم فيأتي فيديو آخر يعجبكم، وأستودعكم الله، وإلى اللقاء ومع فيديو آخر إن شاء الله.